السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى جاي لكم في تحدي جديد، تحدي البطاطس. وانا من عشاق البطاطس. جينا اسمها باسم البطاطس. جايين بقى بالبطاطس، بقى كل واحد طبق بطاطس كبير، وانتوا شايفين واللي هيخلصوا بقى. يعني من غير تايمر صح؟ لا من غير تايمر، تعمل اللي يخلص. انا عارفه ان انا هخسر، عشان انا اصلا مش زيها في البطاطس، هي بتحب البطاطس اكتر مني. يلا نشوف. 1 2 3 يا كنت هعمل ايه؟ ربنا يستر، عشان انا عارفه ان انا هخسر. بسم الله. كاتشب ومايونيز بره التحدي، هو والبيبسي. من فكرة كمية كبيرة. حلوة. مبروكة كبير. شايفة أو بسمة عادي. ايه ده؟ ايه خسرتك نفا؟ ايه ده؟ يعني هو منها غصبان. واه غصب عني. كل ده؟ شايفة رقم 2. تفستني ازاي؟ مامتك اللي شاورت لها. سبتيني، ما انت عارفه انا ما بحبش البطاطس زيها. انت اللي طلبت التحدي. مين هي تانية؟ التحدي معموله بمزاجها هي. شجعوا كنزي وبسمله بقى، عشان هم زعلانين، عاملين زي الضفدع المتطلقه. ايه كل ده؟ مخبيه ثلاثه. لا المفروض اقف عند حد بقى واتصل. انا بقى اقف عند لو اتكلمت تاني. شرطي يا احمد، ما ترتاش بالغش، من غشنا فليس منا. انت كنت بتغش. لا ما حصلش. مفيش. لا المهم مش محسوتين. هما هي رميتهم مش قدامها. المناديل هتحطوا. ما حطيتش حاجة في المناديل. انت شفت حاجة؟ لا. ولا هم ضربك. الله حرام. على فكرة ده تحدي سرعة مش تحدي على الاتيكيت. شايفات على فكرة. انت حليف معي تحدي كتاكيت. ما شكلها باكل بسرعة. اه مش هنقعد للصورة. شكلها باكل زي في المحشي. انت المحشي مأثر في نفسيتك. اول مرة تشوف نفسها كده يا عيني. اعملي زي كده تنسحب. انا اصلا ما بحبش البطاطس كده. معلش كده من
كتير؟ مش عارفة تسرق يا عيني. والله شايفة. مش عارفة تسرق. اطلع الكنبة بقى شوية. بسم الله شاطرة بتحط منديل. خايفة منديل لا. خايفة على مامتها وعلى الكنبة. حتى منديلي جنبي. أسرع بقى. اديني أداء. أنت حاطط كل حاجة أنا مش بحبها. خلصتي؟ خلصتي. شفتي؟ شفت ها؟ ايدي بتوجعني. طلعي. يا ايدي. طلعي. وربنا شفت. مفيش. يا عم لا تغش انا مش دعوة انا كده المفروض اكسر. لا بجد انا تعبت. احنا كده بنعمل التحدي الكتاكيت. لا مش تعبتي. احنا واقفين بنعمل خلاص ده من امتى؟ انت عملته كتير بصراحه. هي جوه كده بجد دي مش بتتاكل واحده واحده. يلا بقى ده تحدي. بسرعه بقى مش قادره وزعلانين ان هو ما عملوش تحديات. يا جدي لا ده انا عمري ان انا قلت لكم تعملوا تحدي. انا لقيت لكم تحدي جميل هقول لكم عليه بعد ما تاكلوا وقلت لابوكوا عليه. تحدي الدورة العواجب. فين الدورة العواجب بتاعت الحمام؟ فين التحدي؟ محبهاش. امال عملتيها ليه؟ ايه بتشتريها ازاي؟ ازاي؟ لا بقى لو ربنا المفروض كده اكسب. طب ما انت خبيتي ما قالتلكيش اكسب ليه؟ ايه ده؟ طبق جنبها؟ بنلعب بيبسي وهو يفتح نفسي. يقول اخ اخسر. طبقي اكبر عن طبقها. انا عايزه اداء اكتر. من عشاقة البيبسي برضه. انا من عشاقة البيبسي. ما يعني ايه؟ مش على حاجه. هي بتحب كل حاجه موجوده هنا. ده بعد الكشف والمايونيز. لو كنتي ما بتحبش ولا حاجه موجوده هنا غير الكاتشب والمايونيز. قلت بيبسي ما جوه التحدي بس قالوا لا بقى كده مش بتحب البيبسي. اللي هيسرق بطاطس تاني يبقى هو اللي مطلوب. خلاص. السرقة هتبقى مغلوب على طول. سيبها بإيدك يا بسم الله. يلا يا ماما. لا مفيش جنبي. لا دي وقعت من ساعة ما ربنا ما صرخت حاجة. من مين؟ صرخت. صرخت مين؟ بس ملا والله ما ينفع بالشوكة ده. انت كده ايه ده؟ هعرفة هيقولوا لك زي ابوك ما بتاكلش المحشي بايدك ليه؟ هيقولوا لك ما بتاكليش البطاطس بايدك ليه؟ ثانية بس ثانية بس مش دول من بتوعها برضه هتاكلهم. ما هتاكلهم. انا مش هبقى خالص اللي قدامها. شفتي ده خلص؟ مش فاهمة انا. كنزي بتده تطلع اللي جواها بس. وهي كنزي هتخلص اللي قدامها اصلا؟ يلا بسم الله انت قربت. يلا يلا عايزين نكسر.
كل ده الساعة 1:30. اه حددي 1:30 امتى؟ بالليل. بالليل أمال لسه انتوا هتخلصوا وانا وامي كانوا نعمل تحدي يعني الساعة 2 وبعد 2 الفجر. اه هنسميه تحدي، تحدي الفجر. اه هتصدق ربنا جدعان محدش ياكل بطريقة. اه تحدي الثلج في الفجر. انا بس عايز اسال بسم الله الرحمن الرحيم، انت قدرت تخلصي ده كل ده؟ بتشوفيني بعمل ايه؟ ممكن انت تنسحب وهي ما تخلصوش. تعرفين انا خلصت نص الطبق بعجوبه. انت نص الطبق ده مش متحرك. حطيت طبقك زي ما هو يا كنزي. انا باكل من فوق. صح انت بتاكلي بالجنب. لا انا هي يبقى لك سبت. لا ما سرقتش. عشان انت تسرق. كانت. الصدر كبير قوي. هي بطاطس. كمان. خلينها كده نعمل ايه؟ امسي واحدة رفيعة وواحدة تخينة. المصنع اللي مقطعها كده نعمل ايه؟ هي بطاطس جاهزة كده. بسم الله تنسحب. يلا. مفيش راح افضي واجي انت فضي. راح اجري شويه تعبت. احمد بيضحك عليك يا هبله. يلا لا انت كده ما بتاكلوش، احنا كده بنطول في الفيديو على الفاضي. يلا انسحبتي. الكورة في ملعبك يا بسملة. لا وحطيت رجلي على رجلي كمان. اه ملا وانا قلت يا احمد دلوقتي هعاقبها العقاب اللي انا لسه مش عارفه ايه هو، بس انا هعاقبها عقاب يا بنتي بتطير جامد. عشان ايه؟ انا اكلت نص الطبق وهي انسحبت. نرجع لكم بالعقاب بقى. نرجع بالعقاب. العقاب اجى في ملعبها ورجعنا تاني بالعقاب. الحاجة لسه محطوطة هي الحمد لله، بس العقاب هيبقى جامد. ايه هو؟ مش عارفة انا برفع كده ليه؟ اتعلمت من ماما. يا فرحانة. بس اسمع علينا. انا بقى ايه؟ ثواني بقى. قولي العقاب عشان اقول لهم انت عامل العقاب ده ليه؟ لا فضح مش عايز. هنفضح قصدي هنعاقبها، هحكم عليها لمدة يوم كامل وهصور لكم اليوم من اول لما اصحى لغاية قبل لما انام، وهتشوفوا بقى عجايب بقى في الفيديو ده. يلا انا العقاب ده عشان تاخد مني الشنطة بس بقى. يلا لا مش هموت. يلا بقى واستنونا بقى في العقاب، فيبقى في فيديو تاني. فيديو تاني. مش عارفة تعمل كده ليه. فيلا بينا عايزة تصفوا حشرة البحر. يلا 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 ايه؟ ما تنسوش بقى اللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وسبسكرايب سبسكرايب وتفعيل زر الجرس. باي باي. باي باي.